بالطبع بالطبع، يعني شكوا وحبطوا من قيمة المدرب الجزائري. أنا كنت فكر نشوف الشيخ سعدان بعد ذكره بالخير طول في عمره. On prend beaucoup de leçons. J'ai compris que فهمت باللي لازم إنسان يتحرك. أنا كنت فارهة في أفريقيا، عندي 23 سنة وأنا يعني نجول في أفريقيا، عرفت باللي كان لازم يعني نمد يد المساعدة يعني الإطار الجزائري، لأن عندهم كفاءة وتعرفوا يعني البروفايل اللي جاوا معايا كلهم ناس لعبوا كرة، ناس محترمين مثل يعني الكوادر اللي موجودين في كل أنحاء الجزائر. كان من القبل خدم معايا كابتن لامين كبير، ومن بعد مراد سلطني، ومن بعد الآن هذا الطاقم، وإن شاء الله هادو أو ماشيين في أندية كبيرة في إفريقيا اتصلوا بهم، هذه سكوب كما نقول لك أنا هو. ان شاء الله هما ماشيين، ومن بعد يجوا هما ياخذوا مدربين اخرين. عندنا طبيب ومختص في فيزيو اللي راح يندمج قريبا منا من الجزائر، يندمج في الطاقم. اني يعني باش تكون يعني نظره للناس اللي كما قلت انت شكوا وجابوا مدربين حتى عندهم شهاده تاع السي، يعني في ما لعبوا لا كره، ما يعرفوا كره، ما درسوا كره، وعطوا لهم انديه كبيره. حتى كاين مدربين ما نقدرش نقول، ولكن المدرب ما يحكمش باش يكونوا في البطوله تاعنا وظلموا الاطار الجزائري. لهذا انا فرحه فرحتين، تاهل وفرحه للطاقم هذا الجزائري اللي ساعدني باش تاهلنا للكاس افريقيا. والله فرحه اكثر ليهم ليا انا يعني.